انطلق إذن بمشيئة الرحمن هذا الشوط وهو شوطنا الرابع لفئة القعادين المشاركات هنا على أرضية هذا الميدان. حضورنا الكريم مستمعينا عبر الأثير، انطلق بكم مباشرة إلى صدارة هذا الشوط، وهذه الشارة هي شارة نجم سهيل، واللي تقرر لها بإذن الله أن تكون شارة سنوية تجمع هنا بين الجميع، بين جميع الأحبة بالود والخير والمنافسات الشريفة والشيقة هنا والمعارك الطاحنة على أرضية هذا الميدان. انطلقوا إذن بحفظ من الله ورعايته مع الصدارة، لأرى شاهين هو اللي في المقدمة، شاهين هو اللي في الصدارة لعبد الله بن ناصر آل خليفة من يقود هذا الجمع في هذه اللحظات. ثاني مراكزنا يبقى هناك مع هملول لمحمد بن مبارك البريدي الهاجري، مع هملول في ثاني المراكز، وثالث المراكز هناك أرى القدوم والاندفاع من جانب اللي في ثالث المراكز شاهين لناصر بن حمد الشهواني، مع شاهين اللي في ثالث المراكز عفوا هذا متعب المبارك بن محمد آل خليفة، وفي رابع المراكز يبقى هناك شاهين لناصر بن حمد الشهواني، وفي خامس المراكز ويحمل رقم خمسة هذا سراب المبارك بن محمد آل خليفة. أعود إلى المقدمة بعدما تجاوزنا لوحة الكيلومتر الأخير، أعود مع الصدارة، تجاوزنا هذه اللوحة بقيادة شاهين لعبد الله بن ناصر آل خليفة في مقدمة هذا الشوط، مع شاهين اللي في الصدارة يرقص حبا وطربا للفوز باحثا عن ناموس هذا الشوط، ولكن أرى اللي يتسلل هناك من الجانب الأيمن وقادم بهذا القدوم اللي ما يطمن، إن استمر بهذه الوتيرة فهو صاحب هذا الشوط لا شك ولا جدال. اللي هناك حامل رقم أربعة هذا متعب المبارك بن محمد آل خليفة يتسلل من الجانب الأيمن، ثالث المراكز هملول لمحمد بن مبارك البريدي الهاجري، ولكن خلونا مع صدارة الشوط والمعركة الطاحنة هناك اللي تدور ما بين شاهين لعبد الله بن ناصر آل خليفة وما بين متعب المبارك بن محمد آل خليفة. واصل في هذه لحظات واصل هملول لمحمد بن مبارك البريدي الهادري، ياهي منافسات وصلكم في هذه اللحظات، فرق الصفوف في زحف الزحوف. هذا سراب المبارك بن محمد آل خليفة اللي انطلق، اطلق له العنان، قام ولع الشوط، يا حالات الشوط يوم تشب ضوه يبهر الجمهور ويزيد انفعاله. هذا اذا هو اللي زاد الانفعال، زاد درجة حرارة هذا الشوط بعد المسافة، جاهم من الخلف باغتهم. هذا إذا سراب واسم على مسمى، تسرب إلى أول المراكز سراب لمبارك بن محمد آل خليفة، تهانينا له والناموس على هذا الأداء الأكثر من رائع اللي قدمه سراب. وفي ثاني المراكز هملول لمحمد بن مبارك البريدي الهاجري، وفي ثالث المراكز شاهين لعبد الله بن ناصر آل خليفة. إذا تهانينا والناموس لصاحب أول المراكز مبارك بن راشد الشهواني، والتوقيت الزمني لهذا الشوط 3:16:32 جزءا من الثانية. تهانينا لجميع الأخوة الفائزين.